السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي الكرام متتبعي قناة الجمال الطبيعي، مرحبا بكم وأتمنى أن تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله وصفة جديدة مع وصفات الجمال الطبيعي، وصفة تهم الشعر. لكل من تعاني من تساقط شعر وفراغات وتلف في الشعر، اليوم الحل في هذه الوصفة. تابعوا الفيديو لتستفيدوا من هذه الوصفة. أولاً نحتاج إلى قطعة من الألوفيرا. قبل استعمال الألوفيرا في أي استعمال، سواء كان ماسك للشعر أو للوجه أو للجسم، ضروري ومؤكد وضع قطعة الألوفيرا في الماء لمدة 15 دقيقة لكي تتخلص من مادة سامة. كما تلاحظون في الفيديو أصبح الماء أصفر، يعني تخلصنا من المادة السامة. بعدها نقوم بإزالة الشوك الذي يوجد على أطراف الألوفيرا، ثم نقوم بتقطيعها قطع صغيرة جدا كما تلاحظون في الفيديو هكذا. كما نعلم الألوفيرا فهي غنية عن التعريف، فهي جد غنية بمجموعة من الفيتامينات التي تفيد الشعر. فالألوفيرا تغذي وترطب وتمنع تساقط الشعر، فهي تغذي فروة الرأس. صراحة الألوفيرا جد جميلة للشعر. بعدما قمنا بتقطيع الألوفيرا قطع صغيرة، نضعها في إناء وبعدها نأتي بالمكون الثاني البصل. نأخذ بصل، نقوم بتقشيرها جيدا، ونقوم بتقطيعها أيضا قطع صغيرة مثل الألوفيرا. فكما تعلمون البصل أيضا له فوائد كثيرة على الشعر، فالهنديات تستعملنه كثيرا للشعر، فهو يقوي الشعر، يقوي بصيلات الشعر. بعدما أنهينا تقطيع البصل قطع صغيرة، نقوم بجمع البصل، قطع البصل وقطع الألوفيرا، ونضعها داخل خلاط كهربائي. نقوم بطحنهما جيدا دون إضافة الماء. نقوم بطحن الألوفيرا والبصل جيدا داخل الخلاط بدون إضافة الماء كما تشاهدون في الفيديو، حتى يصبح الخليط متجانس. بعدها نحضر قماش، نضعه هكذا فوق إناء، ثم نضع فيه الخليط ونصفي الخليط هكذا كما تشاهدون، ونستخرج خلاصة البصل والصبار. هذه الخلاصة لها فوائد كثيرة على الشعر، فهي تقوي وتكثف وتطول الشعر.
نضيف للخليط ملعقة زيت زيتون أو ملعقة جوز الهند حسب الاختيار. بعدها نحضر قنينة بخاخ. يجب على القنينة أن تكون نظيفة جيدا. قم بتنظيف القنينة قبل الاستعمال. نضع الخليط داخل قنينة بخاخ. الخليط المتكون من 3 مكونات مهمة جدا للشعر: الألوفيرا والبصل وزيت الزيتون أو زيت جوز الهند. الآن ننتقل إلى طريقة الاستعمال، كيف نقوم باستعمال هذا الخليط. نقوم برش الخليط على فروة الرأس مع تدليك جيد لفروة الرأس لمدة دقيقتين حتى يتغلغل المحلول في كامل الشعر. وركزي على الأماكن الصلعاء في الشعر، يعني إذا عندك يوجد فراغات في الشعر عند التدليك ضعي الخليط فوق فراغات الشعر ودلكيهم جيدا لمدة دقيقتين. بعد الانتهاء من تدليك فروة الشعر بهذا الخليط، نقوم بلف الشعر بغشاء لاصق كما تلاحظون في الفيديو. اترك المحلول على شعرك لمدة ساعتين ثم اغسليه. نكرر استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. دمتم في رعاية الله.